اليوم كان نتحدثوا وكان نظموا هذه الندوة على أساس الأحكام الصادرة في حق المهنيين مستغلي سيارات الأجرة. احنا كقطاع ديال سيارات الأجرة كنخضعوا للظهير ديال 63، الظهير 260 63 واحد الصادر في تاريخ 21 نوفمبر 1963 واللي تعدل في 99. هاد الظهير هذا في الفصل جوج ديالو اللي كينص على أن اللي كينظمنا هي السلطات المحلية، وحيث تسري في الفصل جوج تسري علينا الضوابط التي تسنها السلطات المحلية. هاد الفصل جوج ما عمر المحاكم بغت تقتنع به، وهو اللي كيسير سيارات الأجرة، وفي هذا القانون ديال 63 هو اللي كيسير النقل بصفة عامة داخل المملكة المغربية. انتم كتسمعوا مول 57 مليون، مول 52 مليون، مول 12 مليون، هادو كلهم شكون اللي عطاهم هذا الحق؟ هذا شكون اللي عطى هذا الميل الكريم؟ عطاتهم اليوم المحاكم، والمحاكم تقول لك خصك تنفذ. لا، احنا مستعدين لينا استغلال، احنا تنخلصوه من كنمشيو للعقود اللي عندنا العرفيه ولا حتى دابا النموذجيه، فهي كتنص على الاستغلال. يعني هذا الاستغلال اللي كتحكم لنا به، اللي كتحكم لهم به المحاكم، راه كياخذوه في 1500 درهم، في 2000 درهم، في 2200 درهم ديال الكرا اللي كياخذوه شهريا. كيفاش احنا كنغلفوا هاد الاستغلال بانه شي حاجه اللي جاتنا ضد هذوك الاحكام؟ منين ما كان منين العملات ما كتنفذش، ما كتبغيش تنفذ، لان عندها دوريات اللي كتعطي الحق لهذوك السائقين وكتعطي الحق لهذوك المستغلين، كتبغي تجي المحاكم لا، رغم ان في العمله كيخصها تنفذ. بغينا يتلقى حل سواء في المجلس الاستشاري في البرلمان ولا في المجلس المستشارين، يتلقى لنا شي حل، واحد ديروغاسيون كما تنقولوا، اللي ممكن ان هاد الاحكام هذه تحيد على هاد الاخوان، وهما راه مستعدين يخلصوا، مستعدين يعني اللي كيتسالهم شي حاجه راه يعطيوها ليه كاستغلال ماشي كتعويضات اللي كيمكن يحكموا بها الخبراء ديال المحاكم. نعم سيدي، انا كنمارس هذه الحرفة مهني 100% و 1000%، وانا عندي هذه 14 عام وانا مولاة الكريمة تابعني في المحاكم وكتخلص في الكرة. حطيت لها فلوس 7 مليون في المحكمة، نهار بغاتها عطيتها لها، بغات 7 مليون عطيتها لها، بغات 5 مليون عطيتها لها. عيطوا لنا العمالة، وزارة الداخلية خرجت قرار عقد نموذجي ضروري بزمن ديرو، قالت ديري عقد نموذجي ولا حيد لك الكريمة لا انت له. حكموا عليا في المحكمة ابتدائية وستينة، وحنا 14 عام وحنا في المحاكم. صالحتنا وزارة الداخلية، دارت لنا عقد نموذجي، درنا عقد نموذجي، كل شيء قديناه، كل شيء بخير وعلى خير، صالحنا بخير، داروا فلوس تحت منهم، مشاو مع راسهم سالوا. قال لك اللي بغيتي نديرو معاك، حنا سيدينا كذا كذا. دوز الشهرين مشات، دارت بيا دعوه غرامه تهديديه، حكموا عليا ب 12 مليون. مشيت للمحكمه، حطيت ورقه ديال الصلح ديال وزاره الداخليه، عقد نموذجي، قرار عاملي، قرار وزاره الداخليه، قرار المحكمه، قرار حاجه ما داوا فيا. ترقب عليا رئيس المحكمه 12 مليون، السلام عليكم السلام، 12 مليون. دابا راه سيدي جوعوا لي ولادي 3 سنين والطوموبيله واقفه 3 سنين، وولادي انا كنطلب انا وياهم، شاد ولادي وولاد بناتي وشادهم كنطلب بهم غا في الزناقي، وخلوني بلا معيشه 3 سنين بكورونا ديالها بكل شيء ليها. دارت فيا مرض السكر، دارت فيا السيده ما عرفناش دارت فيا كاع مصيبه كحله. هادشي راه ماشي معقول. واش وزير الداخليه كدير قانون والمحكمه دير قانون؟ كان ندي واحد النداء اللي عندي، عندي مشكل ديال الغرامه التهديديه اللي دايره ليا 52 من يول غرامه تهديديه، ودابا دازوا ليا الحز ديال الممتلكات اللي عندي شي ملك، وانا عندي الدار ديالي اللي ساكن فيها، باغيين دابا يدخلوها ليا، دخلوها ليا وقول الحز فهاد المشكل ديال الغرامه التهديديه، وديري ليا التعويض. يعني ماشي مابقاش المشكل ديال الغرامه التهديديه، ديري ليا التعويض على سياره الاجره. بحال مثلا الطوموبيل ديالهم هما
بحال في السيفه ديالي انا غير سائق سياره الاجره ماشي ديالي الطوموبيل. هذا هو المشكل اللي عندي. تنطالبوا بانه يساووا معنا الوضعيه بانه دايرين معنا المشكل بانه يقادوا لنا الامور ديال باش يردوا لي انا في سميتو الكراته. هو تنحطوا لهم 1500 درهم تنحط لهم شهريا تنحط لهم في المحكمه. هو تيقول لك ما كنطالبش انا بالكرة، انا كنطالب باستغلال ديال الطوموبيل. عطيني 52 مليون عاد نشوف معاك الحل. ولدابا الحل اللي وصلنا ليه مؤخرا اللي كنهضروا معاه تيقول لك تخلص لي هذيك 52 مليون اللي داير عليك ديال الحز عاد نتفاهموا. انا كاري الكريمه النهار اللي خرجوا لينا الدعم ناديه مول الكريمه قال لي تعطيني الكريمه ديالي، وفي الاخر مشى دعاني. ملي اسيدي دعاني كنحط ليه الفلوس ديالو، مشى رحل من ديك الدار، رحل من ديك الدار وكنقول ليه في المحكمه اعطيني رانا كنصيفط لك فلوسك، اعطيني اسيدي لادريسه جديده باش نصيفط لك فلوسك. قال لك انا باغي استغلال وداعيني على استغلال. الواجب. كان أدي الواجب هو داعين على استغلال. كيقول لك الواجب ما باغيش، انا باغي استغلال. هاد الشيء ما بغينا نعرفوا كيفاش هاد استغلال شناهو. واش الطوموبيل ديال هاد السيد اللي كيقول نعطي انا باغي استغلال الطوموبيل ديالي وفي الاخر داعيني على استغلال؟ كريم عنده المعدونيه، كريم عنده بيع شاري الطوموبيل بكل شيء مجموعه شاري الطوموبيل بالثمن هو اللي ساعدني باش شري الطوموبيل وفي الاخر بغى يحيدها ليا، بغى يحيدها ليا وداعيني قال لك على الاستغلال والطوموبيل ديالي وكل شيء ديالي. باش كنطالبوا ياخذ الكرا ديالو يعطيني الادريسه ديال الدار ديالو ياخذ الكرا ديالو. الكرا ديالو رانا حاطه ليه في الادريسه القديمه. الدار راه رابط راه كندير العولقة دائما كيبغي يدير معايا والو. كيقول لك اسيدي خصني على من ندفع الفلوس؟ واش انا ندفع الفلوس على الارض؟ وملي كنمشي للمحكمه كيقول لك اسيدي حنا ما باغينش باغينش هاد الفلوس ديال الكرا، حنا باغيين استغلال. المشكل ديالنا هو اننا ورثه ديال واحد السيد كرا من عند سميتو كريما، ولما توفى نض رفعنا سميتو، مع العلم اننا حنا نيت سائقين مهنيين انا والاخ ديالي، يعني عائله تتكون من جوج اسر مهدده بالتشرد من هذه الاحكام من جراء هذه الاحكام. ودابا خرج لنا غرامه تهديديه اللي تبلغ 5 مليون وتيهدونا يعني بالتشرد. هذا هو المهم. حنا تنطالبوا بان هذه الاحكام ترفع، وعندنا السلطه الوصيه معروفه بان عندها قسم خاص بالنزاعات ما يكونش تضارب في سميتو، يعني لا كان قسم النزاعات علاش غتكون الاحكام؟ علاش تكون محكمه؟ يعني هذا المول المأدونيه والمستغل راه عندهم محكمة ديالهم اللي هي في وزارة الداخلية اللي غادي تثبت في هذه المسائل. يعني الأحكام تتكون مجحفة لأن ما عندهاش سند قانوني، لأن عندنا الظاهر 63 تيقول لك بأن المأدونية ما خصهاش تكرا وما خصهاش تباع وما خصهاش تشرى. إذا علاش يبنيو هذه الأحكام؟ يعني خصنا نرجعوا للمسائل الأصلية.